للمزيد من التفاصيل تنضم إلي من بيروت ماري سالم، محللة مالية بالشرق للأخبار. مساء الخير ماري، تحدثنا عن هذه التغييرات والمراجعات التي أجرتها فوتسي راسل. بداية، قبل أن نفصل معك الأسهم، ما هو اللافت بالنسبة لك لجهة القطاعات أو الشركات التي تم تسليط الضوء عليها في هذه المراجعة؟ مساء الخير سحر، ويعطيك الف عافيه. يعني دائما وقت اللي بيكون في عنا مراجعات من المؤشرات العالميه، فوتسي راسل، ام اس سي اي، دائما بنسلط الضوء وبنجرب انه نركز على الشركات اللي عم بيتم ترقيتها او حتى عم بيتم اضافتها لهذه المؤشرات، لانه هذا الموضوع بينعكس بشكل ايجابي على هذه الشركات. لان بالعاده المؤشرات العالميه وقت اللي بتضيف شركات على المؤشرات تبعها بتكون بالاساس مبنيه على معايير لازم انها هي تستوفيها هذه الشركات لحتى تقدر انه هي يتم ترقيتها او حتى اضافتها. فوقت نطلع بنلاقي انه نحن في عنا زخم او في عنا نوع من يعني سيطره، او هلا بهذه المرحله في عنا كثير من الشركات اللي هي بقطاعات محدده مثل قطاع التامين وقطاع الرعايه الصحيه ضمن هذه اللائحه تبع الشركات اللي عم بتم ترقيتها او حتى عم بتم اضافتها، بيعكس الاداء تبع هذا القطاع بشكل عام ضمن السوق وكيف هو عم بيتصنف من قبل هذه المؤشرات. في ثلاث عوامل هن بالعاده بيكونوا الاساسيات في تقييم المؤشرات العالميه للشركات، وحتى ان تعتبر هي المعايير لحتى يتم اضافه هذه الشركات. تعتمد على السيوله، حجم الشركه، والقدره على الاستثمار في هذه الشركات من قبل المستثمرين. يعني بكل بساطه عم نحكي على القيمه السوقيه، عم نحكي على السيوله تبع هذه الشركات واحزام التداول. وقت اللي بنشوف نحن في شركات عم تنشطب او عم تتخفض أوزانها ضمن هذه المؤشرات، نعرف أنه الشركة ما قدرت أنها هي تلتزم بهذه المعايير. في تحديات كتير كبيرة وقت اللي نحن بنكون عم ندخل شركات جديدة على هذه المؤشرات، مفروض أنه بالشركة هي تعتمد عليها. يعني الكل بالنسبة لهم أنه تأثير الترقي أو الإضافات اللي عم نشوفها من المؤشرات العالمية بتكون مرحلية، يعني بتكون لفترة زمنية قصيرة، وهي عادة ما بتصير وقت التطبيق تبع هذه التغييرات اللي بتطرحها المؤشرات العالمية، وبتصير يعني فقط عند الفترة الزمنية اللي هي محددة، لأنه بهذه الفترة بتكون صناديق الاستثمار اللي بتتبع هذه المؤشرات عم تدخل على هذه الشركات لحتى تضلها محافظة على الأوزان تبعها بالمحافظ تبعها. من بعد هذه الفترة بتبلش التحديات على الشركات انها هي تضل ملتزمة بهذه المعايير وما يرجع يتخفض اي شيء من النسب تبعها ضمن هذه المؤشرات، وتضل عم بتترقى فيها لتضل محافظة على المستويات اللي هي موجودة فيها. مرحبا بك ماري. رأينا نظرة غير تفاؤلية بالنسبة لبعض الشركات كشركة كيمانول، خفضت تصنيفها من مؤشر الشركات الصغيرة الى مؤشر الشركات الصغيرة جدا، وكذلك أيضا رأينا تخفيض تصنيف اسمنت الجنوبية من الشركات المتوسطة إلى مؤشر الشركات الصغيرة. لماذا برأيك رأينا هذا التخفيض لهاتين الشركتين التي لا زالت وإن كانت تعاني وأمامها تحديات إلا أنها تقبع في قطاعات تعتبر قطاعات قوية؟ عبد الله، ان شاء الله اقدر جاوبك او اكون شوي هيك دقيقه شوي بالجواب اللي راح اعطيك. اضافه لتخفيض الاوزان او التصنيف تبع هول الشركتين اللي انت ذكرتهم، في تقريبا بحدود 26 شركه تم ازالتها من مؤشر الشركات الصغيره جدا، والسبب الرئيسي لحتى تم ازاله هذه الشركات هي ضعف القيمه السوقيه. وقت اللي نحن بنحكي على تخفيض تصنيف شركات من مؤشرات الشركات الصغيره للمؤشرات الصغيره جدا، هو بسبب القيمه السوقيه، بسبب الأحجام اللي موجودة. وإذا بنطلع على سهمي كيمانول وحتى فواز الحكار، حنلاقي أنه في تراجع كان بأسعارهم بالفترة الأخيرة. وقت اللي تراجعت هذه الأسعار بالمقابل القيمة السوقية تبعها تراجعت، فبطلت ضمن المعايير اللي هي بتتبعها أو هي بتفرضها للمؤشرات العالمية أو حتى فوتسي راسل بهذه المرحلة لحتى تكون هذه الشركات ضمن هذه الخانة. أو ممكن أنه هي تكون محافظة على المستويات اللي كانت موجودة عندها، ولكن في شركات قدرت أنها تتفوق عليها. يعني
يعني هن ما فيهم يضيفوا كل الشركات المدرجه بقلب السوق السعودي، في عندهم نسب محدده لكل سوق قديش ممكن انه يكون في من شركات ضمن هذه المؤشرات العالميه، وعلى اساسها بتم يعني تفضيل شركه على اخرى بهذا السيناريو اللي عم نحكي. وان شاء الله اكون قدرت اعطيتك يعني الصوره فيما يتعلق بالتخفيض او حتى الازاله من المؤشرات. أنا عندي سؤال كذلك ماري فيما يتعلق بالإسمنت. اليوم تابعنا فوتسي راسل في خلال هذه المراجعة تخفيض تصنيف إسمنت الجنوبية من مؤشر الشركات المتوسطة إلى مؤشر الشركات الصغيرة. لماذا هذا التصنيف بوجهة نظرك؟ إذا ما عدنا بالزمن حوالي أسبوعين أو أكثر كنا قد تابعنا ارتفاع بأرباح الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 58%. هل هذا التخفيض مرتبط بالشركة أم أنه هو إشارة كذلك للقطاع في مؤشر تاسي؟ كيف نفسر هذا الأمر؟ هلا هو كمان تم اخراجه من المؤشر العالمي سحر، ولكن هلا بهذه المرحله شركات الاسمنت نحن صحيح انه شفنا في عندنا نمو بالفتره الاخيره بالارباح تبعهم، ولكن خلينا ناخذ الارباح النص سنوية أو حتى من وقت ما صارت المراجعة الأخيرة، هي حنلاقي أنه شركات أخرى كانت هي يمكن أجدى بأنها هي تكون موجودة ضمن هذه المؤشرات. شركة إسمنت الجنوبية صحيح أنه هي سجلت أرباح بآخر فترة ونمو بالأرباح تبعها، ولكن هذا ما كان كافي لأنه بدنا نطلع كمان على أحجام التداول اللي كانت موجودة على هذا السهم بالفترة الأخيرة، وقديش في قابلية من قبل المستثمرين الأجانب أنه هن يستثمروا بهذا القطاع بهذه المرحلة اللي نحن موجودين فيها. هذه كلها بتلعب عوامل، يعني منا عنا نحن فقط انه اذا السهم عم بيرتفع او عم بيسجل ارباح تيكون هو المعيار، يعني دائما في عنا عناصر مختلفه هي عم بتكون مؤثره، يعني ما ناخذ انه هون القطاع بشكل عام كيف هو عم بيكون ادائه، وانما بدك تاخذ الشركه بحد ذاتها بالمقارنه مع بقيه الشركات اللي هن ضمن مؤشرات فوتسي العالمية، لحتى نقدر نعرف بالضبط شو هي الأشياء اللي عم تكون مسببة بتخفيض أوزان هذه الشركات أو إخراجها حتى من المؤشرات. بما أنك ذكرتي المعايير وأشكرك ماري على الجواب، وأتمنى أن يكون أيضا هناك جواب لهذا المحور وهو الشركات المرشحة للانضمام بناء على المعايير التي ذكرتيها فيما يخص السيولة، وكذلك أيضا بناء على مراقبة السيولة داخل السوق. ما هي الشركات التي ترين أنها مرشحة للانضمام للمؤشرات العالمية الناشئة سواء في فوتسي راسل أو حتى في MSCI؟ عبد الله، اذا بنطلع نحن على الشركات اللي تم ادراجها مؤخرا، في شيء عندنا دائما اسمه هو الفاست تراك انكلوجن بالمؤشرات العالميه، وهو بيعتمد على الاداء تبع هذه الاسهم بخلال الشهر الاول من التداولات. نحن شفنا بالفتره الاخيره من الادراجات الاوليه الشركات اللي تم ادراجها، في كثير من الشركات كانت عم تحظى بسيوله عاليه، قيمه سوقيه عم ترتفع يوم بعد يوم مع ارتفاع اسهمها ضمن الاسواق، وحتى القطاعات اللي هي عم بتكون مدرجه فيها عم بتكون مغريه جدا بالنسبه للمستثمرين، وانه محبذة أن تكون ضمن المحافظ تبع المستثمرين الأجانب وخاصة صناديق الاستثمار. هلا ما بدي أحدد شركات محددة، ولكن بشكل عام أنه الشركات اللي هلا مؤخرا تم إدراجها في كتير نسبة عالية منه. نحن شفنا بـ MSCI مؤخرا كان في إدراج للمطاحن الحديثة، وهي شغلة جدا إيجابية وبتحفز أول شيء الشركات أنه يكون في عندها وجود ضمن الأسواق المالية، يعني تكون الانكشاف تبعها على الأسواق المالية موجود، لأنه كمان بيعزز من انكشاف الشركة عالميا. ثاني شيء كمان بيعزز القدرة لدى المستثمرين والإيجابية على الاستثمار بالشركات الحديثة ضمن على كل الأحوال. شكرا جزيلا لك.